أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. مباشرة إلى جنات نتابع افتتاح موسم الدراسي مع وزير التربية عبد الحكيم بلعبد، ثم نعود. وعملنا عزمة الرشاش رحنا، وعملنا عزمة عن تحيا الجزائر، فشلوا فشلوا فشلوا. إذن مشاهدينا الكرام، كما كنتم تتابعون هذه اللحظات الأولى لبداية الموسم الدراسي 2022-2023 بحضور وزير التربية عبد الحكيم بلعابد الذي يزور جانات للإشراف على افتتاح الموسم الدراسي، وسيزور بعدها ولاية تميمون وبني عباس. نتابع الصور فور وصولها، ونحن معكم على هذا الهواء او على الهواء مباشرة لمتابعة هذه التغطية المباشرة. نتابع الصور. مجموع 25 في معشر عندنا 10 و 25 منهم 10 اناث، السنة الأولى 25 منهم 12 اناث، السنة الثانية الثانية 33 من 16 ناس، الرابعة 23 من 15 ناس، الخامسة عندنا عندنا هذه عدد عندنا 8 شهور مستغلة 6 مقام المدرسة موجود، دورات المياه موجود خاصة بالبنات والذكور، هذه النتائج محصل عليها خلال 3 سنوات الأخيرة. بالنسبه للموسم الدراسي 2019-2020 عدد المترشحين كان عندنا 12 منهم 12 اناث وحده ذكور، كانت نسبه النجاح 86.95%. بالنسبه للموسم التالي 2021 عندنا 21 تلميذ منهم 11 اناث، عندنا نسبه النجاح 85.71. بالنسبة للموسم الماضي لدينا 20 تلميذ منهم 10 اناث. نسبة النجاح ما كانش شهادة نحتاج مستمر. لدينا نسبة النجاح. وانتعنا عندي بالعمل دور الجهاز جديد يقيم المكتسبات ولا يختصر في المرور في السنة. كل المؤسسات فيها متعة. فيها المتعة. لديك من اليوم؟ اليوم مش بس اخر. مش بس اخر. لوحد عندك كتاب تاع الانجليزية وصلت وموجود ومركوز ده واجد Thank you.
المتوسط تاع قدا كاين تلميذ في القسم، بالنسبه للابتدائي راك تقول 22، بالنسبه للمتوسط راك تقول 26، وبالنسبه للثانوي راك تقول 18. يعني بنائنا راهم في اريحيه، اريحيه تامه ما كان حتى اكتظاظ. والمتوسط انا نشوف فيه 22. نعم، المطاعم المدرسيه شحال عندك هنا؟ بتعداد المدارس لكن الهياكل 24 هيكل. نعم، عندنا المطاعم الاخرى الثلاثه. نعم، تقدم وجبات وساخنه. نعم، باستغلال قاعات. المهم مؤسسات التعليم الابتدائي كامل تضمن الاطعام، كل هذا العدد يستفيد من الوجبه الساخنه. بارك الله فيك، اذا كاين تغطيه 100%. شكرا. واش عندك ثاني؟ عندك داخليه هنا؟ داخليه في التعليم الابتدائي. نعم 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 نعم. عندنا بالنسبه لما ذكرنا قضيه الاكتظاظ، حقيقه جانت مدينه جانت هي بطبيعتها الجماليه. نعم، هي عباره عن واحه بين ضفتي واد. نعم، وسفح جبل سلسله جبلتين ترى عنها امتداد طولي. صحيح الاكتظاظ غير موجود، لكن ان لابد من اضافه مؤسسه تربويه. ما تخافش مش كي قلت لي ما كاش اكتظاظ ما تكونش تنميه. لا لا لا، تنميه ماشيه، المخطط تاع التنميه الوطني ماشي، وتاع الولايه ماشي. لا اطمئن، احنا مانا في هذه. بطبيعه الحال كاين تلاميذ يجيو جدد، احنا هكذا وربما نطمح الى المزيد. هذه من اهداف الاصلاح ومن الاهداف الاستراتيجيه للدوله الجزائريه اللي حصل عليها السيد رئيس الجمهوريه وطبقها الحكومه والسيد الوزير الاول ساهر كذلك. اذا اطمئن، هذه الاريحيه لا تغنينا على مواصله المجهود التنميه في هذه الولايه بالنسبه للمرافق المدرسيه. اطمئنيت ولا؟ نبداو الدرس يظل لي احسن. سيشرف الآن وزير التربية على الدرس الافتتاحي الذي سيكون تحت شعار دخول مدرسي في بيئة ومحيط نظيفين، حيث أنه سيتم الحديث عن ضرورة الحفاظ على البيئة وضرورة الحفاظ على المحيط بالنسبة للتلاميذ، الذي هو شعار هذا الموسم. قد سبق هذا الأمر أن نظمت وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة البيئة نهاية الأسبوع الماضي حملات لتنظيف المدارس وتنظيف محيط المدارس. إذن مشاهدينا الكرام، كما كنتم تتابعون على الهواء مباشرة، وزير التربية يتواجد في جانات، استمع لشروحات قدمت من طرف مسؤولي القطاع في ولاية جانات، أكدوا على أن كل الظروف تسير بظروف طبيعية لهذا الدخول الموسم الدراسي. بعد قليل سيتواجد وزير التربية بإحدى الأقسام للاستماع للدرس الافتتاحي، ويتواجد حاليا في قسم من أقسام هذه المؤسسة. الدرس الافتتاحي كما أشرنا وأشار مراسلنا ومفدنا من هناك هو موضوع يتعلق بمحيط المؤسسة النظيف، وهو هذا الدرس الافتتاحي. للإشارة كذلك سيشرف وزير التربية كما تلاحظون على الألواح الإلكترونية التي زودت بهذه المؤسسة، وهي جديد هذا الموسم الدراسي. فبالإضافة إلى الإنجليزية والكتاب الرقمي، هناك كذلك توزيع للألواح الإلكترونية على أكثر من 1600 من مؤسسات الوطن، هي كتجربة أولى في انتظار التعميم. نتحدث كذلك عن الكتاب الرقمي الذي هو سيكون هذا الموسم أو جديد هذا الموسم، ناهيك عن كتاب هذا الشعار الجديد، كتاب في المؤسسة وكتاب في المنزل، وهي من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة لتغطية هذا الحدث الوطني، هذا الحدث الاجتماعي، هذا الحدث الأسري المتعلق
لك بالدخول المدرسي، أين يتواجد وزير التربية عبد الحكيم بالعابد؟ في الجنوب الشرقي بالضبط في جانات، قبل أن يتنقل إلى ابن عباس وتيميمون. ونشير أن هذه هي الولايات الجديدة العشر التي انضمت إلى ولايات 48 لتصبح الجزائر ب 58 ولاية. نحن معكم لمباشرة هذا المباشر الخاص بالدخول المدرسي الذي يأتي في ظرف عادي بعد جائحة كورونا، إذ أن التنظيم العادي سيكون هو طريقة العمل للمؤسسات التربوية والتخلي عن التفويج الذي تم اعتماده من طرف وزارة التربية الوطنية خلال الموسمين السابقين الفارطين بسبب جائحة كورونا. إذن هناك مستجدات في هذا الدخول المدرسي، يتعلق الأمر بالأرقام، الأرقام التي تقارب 11 مليون تلميذ، ناهيك عن 425 ألفا بخصوص التلاميذ الجدد في الطور الابتدائي، ناهيك عن الإنجليزية التي تدخل التعليم الابتدائي بداية من السنة الثالثة ابتدائي، إذ تم توفير 5000 أستاذ. نترككم مشاهدينا الكرام مع هذه الصور المباشرة ثم نعود. في المدرسة احسنتم، نحن الآن في المدرسة. عند دخولنا إلى المدرسة كيف لاحظنا بأن المدرسة كيف هي من ناحية نظيفة؟ احسنتم، إذا مدرستنا اليوم نظيفة. إذا جيد احسنتم، أول شيء نقوم به ماذا نلاحظ في الصورة؟ نعم بها حياة. جيد احسنتم، نعم شهرزاد. طبيعة. جيد أحسنتي. جو جميل. نعم أشجار. نعم أمطار. نعم جيد أحسنتي. نعم سنين من هذا الشعار لاحظتي بأننا نعم. ماذا ما تدل هذه اليد؟ ماذا يحمل في يده؟ كوكب. إذا ماذا يعني هذا الشعار؟ بأننا يجب على ماذا؟ على محيطنا أو على أو كوكبنا أو على بيئتنا. أحسنتم، بيئتنا. الآن راح نعطيكم صور، من خلال هذه الصور دمية حنفية. ما بها الحنفية؟ خولة. ما بها الحنفية؟ نعم يلا بنيتي مفتوحة. نعم لكن ليس فيها الماء. ليس فيها الماء وما هذا؟ ها؟ نعم هبة. جيد أحسنت، جسفق على زميلتكم يجب ألا نترك الحنفية مفتوحة. لماذا لا نترك الحنفية مفتوحة؟ ليس نعم لأننا في منطقة جرت نعاني منا المياه عندنا الخزان، لذلك لا نترك خزان الماء مفتوح. نعم جيد أيضا. نعم لا نبذر الماء. أحسنت شهرزاد. نعم نعم المياه لا نبذر أو لا نفرغ؟ لا نفرط في استعمال الماء. جيد، إذا ماذا يجب علينا؟ المحافظة على الماء. جيد، أحسنتم، نحافظ على الماء، لأن الاستعمال الكثير إلى الماء ماذا يؤدي؟ إسراف الكثير من الماء، والإنسان هل يستطيع يعيش بدون ماء؟ لا. لا يستطيع العيش بدون ماء، لذلك يجب علينا المحافظة على الماء. أحسنتم. نعم يلا يا أطفال صورة أخرى. ماذا يقول هذا الرجل؟ بقطع الأشجار. وهل هذا سلوك لائق؟ لا ليس سلوك رائع. إلى ماذا يؤدي عفوا الإكثار من قطع الأشجار؟ إلى
نقص الهواء لأن الأشجار تعطينا الأكسجين. نعم. إذا ماذا يجب علينا هنا؟ أي ماذا نسميها من الأشجار؟ طبيعة. الطبيعة أو الثروة الغابية. أحسنتي لمياء، الثروة الغابية. يجب علينا المحافظة على الثروة الغابية. لماذا؟ لأننا نستمد منها الهواء. جيد، أحسنتم. تصبح الغابة غير جميلة. هل النفايات توجد فقط في الغابات؟ لا. أين توجد كذلك؟ المحيطات. أين بالضبط في المحيطات؟ في المحيط. في المدينة. في جانب منازلنا، في المدرسة. لذلك يجب علينا المحافظة. كيف نحافظ عليها من خلال النفايات؟ يجب لا نرمي الأوساخ في الشارع. جيد، أحسنتم. نرمي الأوساخ في القمامات المخصصة لها ولا نرميها على الأرض. نعم، جيد، أحسنتم. شيء النفايات هذه ماذا نستطيع أن نعمل بها؟ جيد، أحسنتي. نقوم بإعادة تدويرها بفرز النفايات. نقوم بفرز النفايات وإعادة تدويرها. إعادة تدويرها لكي نحافظ على البيئة. جيد، أحسنتم. لكي نحافظ على البيئة. الآن من خلال الصورة التي رأيناها الحنفية، النفايات، قطع الأشجار، هذه كلها سلوكات هي لائقة أو غير لائقة للبيئة. خديجة، غير لائقة للبيئة. أنتم كأطفال كيف تساهمون للمحافظة على البيئة؟ كيف أنتم كأطفال تساهمون في المحافظة على البيئة؟ أعطونا سلوكات. من يعطينا سلوكات أو أشياء تقومون بها أنتم للمحافظة على البيئة؟ خديجة، جيد، أنا أرمي الأوساخ في الشارع، نطلب حنفية مفتوحة. نعم، شهرزاد. نجمع الأوساخ من الشارع. جيد. لا نقطع الأشجار. لا نقطع الأشجار. نعم. تصرفات أخرى خاصة في المحيط المدرسي. كيف؟ ممتاز. ماذا قلتي؟ عودي، قلتي كلمة جميلة. نعم، نشجع المدرسة. من في المدرسة؟ التلاميذ. إذا نشجع التلاميذ أن لا يبذروا الماء ولا يرمي الأوساخ في الأرض على الأرض. نعم، جيد، أحسن. إذا نحن كتلاميذ، نحن في المدرسة نساهم، أو أنتم كتلاميذ تساهمون في المحافظة على البيئة. في المحافظة على البيئة. وأطلقت الوزارة شعار، هو ماذا؟ دخول مدرسي في ماذا؟ كيف دخلت من المدرسة؟ كيف وجدت من المدرسة؟ جميلة، نقية، يعني نظيفة. دخول المدرسي في بيئة أو محيط
شعار او قول او شيء عن النظافه. يلا يلا الحمي يلا قال الله تعالى لا مفهوم النظافة من الإيمان من الإيمان والوسخ من الشيطان جيد أحسنتم. شعار آخر يلا أو كلمة أو شعار من إنتاجكم أنتم يلا. بقية يلا نفس العناصر يلا 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 المحافظة على البيئة والاهتمام بنظافتها. نعم إذا المحافظة على البيئة إذا لم نحافظ على البيئة الإنسان سيموت. جيد أحسنتي. إذا لم نحافظ على البيئة فإن الإنسان سيموت. كيف يموت به؟ يعني هواء ملوث. نعم ايضا ب ماذا يحدث لصحتنا اذا عشنا في بيئه متسخه؟ الامراض والامراض تؤدي الى موت الانسان. لذلك يجب ان النظافه تحافظ على صحتنا. جيد النظافه تحافظ على صحتنا. نعم جيد احسنت. نعم خولة تؤدي إلى المرض. نعم لا نقوم بحرق النفايات عند بروز الإنسان. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى مرض. جيد أحسنت. نعم شيء آخر. نعم ماذا كنت تريدين تقولين؟ نعم تؤدي إلى مرض الرئتين باستنشاق الهواء الملوث. أحسنتم يا أطفال. ما كنتم تتابعون مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة كان هذا الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي الجديد 2022-2023. الدرس كان تحت عنوان دخول مدرسي في محيط نظيف، وتابعنا هذا التجاوب بين التلاميذ والمعلمة في مقاربة للكفاءات. استطاعت هذه المعلمة أن تغرس في نفوس التلاميذ المحافظة على البيئة والمحافظة على نظافة المحيط. مشاهدينا الكرام هذه الصور تأتينا مباشرة. نتابع الوزير مع التلاميذ. درس ما هو المحافظة على البيئة. المحافظة على البيئة نديروها في الدخول برك ولا نديروها طول السنة؟ كل طول السنة. طول السنة. كل يوم وحتى في حتى في المنزل. في المنزل. في المنزل. مليح. مانا تعطيني وحدة. استعملوها. أستاذة هنيئة لكم الرجوع. مشكورة على هذا الدرس. وشفنا فيك الكفاءة وشفنا فيك الصبر مع الأولاد وشفنا فيك الإلحاح. إن شاء الله موسم دراسي ناجح إن شاء الله. تحيتي ليك ولكل أساتذة في هذا اليوم. نبدأ إن شاء الله على بركة الله السنة الدراسية. اللي فيها الكثير من المجهودات اللي دارتها الدولة للأساتذة. نعولوا عليكم كثير إن شاء الله. تقولون في شعاركم الوزارة اختارت المدرسة هذه. نعم. يعني ثم راح تبينوا وتبرهنوا الوزارة. نعم. لماذا؟ لماذا؟ كيف تبرهن الوزارة عطتكم لوحة الإلكترونية؟
بالاجتهاد، وهذا هو المطلوب منا، هذا هو المطلوب منا الاجتهاد. من سنة أولى تلاميذي على ذي تعرفين؟ آه. بلادي ربيتهم. تعرفين من السنوات؟ لا 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 تلاميذي هذو من سنة أولى. بنات كان في غير طفلين غايبين. ما نبيش إيه طفلين غائبين عندي. من سنة أولى عندي البنات أكثر. كانوا عندي 4 أولاد فقط. آه طبعا هذه سمحونا الرجال. وش السنة؟ السنة الخامسة. السنة الخامسة. توفيق ان شاء الله. بارك الله فيك، وبلغي تحيه لكل موظفي القطاع، لكل اساتذه في ولايه جانات، وعبرك في هذا اليوم تاع الدخول المبارك ان شاء الله. سعيدين ومسرورين بتواجدنا في ولايه جانات وفي هذه المدرسه وبلقائك ولقاء التلاميذ، وان شاء الله موفقين ان شاء الله، وربما نلتقي في نهايه السنه او في وسط السنه ان شاء الله. الدولة تعطيكم أهمية كبيرة وتحافظ عليكم وتشجعكم وتدعمكم، لأنه الأساس هو المربي. المربي الأستاذ، المربي، كل من يشارك في تربية الأبناء هو مربي. بارك الله فيك سيدتي، ومزيد من المجهود إن شاء الله. ربي يعاونك. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الحوار الذي كان بين وزير التربية عبد الحكيم بلعابد وتلاميذ المؤسسة وهم أقسام أو قسم السنة الخامسة، بعد أن استفادوا من هذا الدرس الافتتاحي الخاص بالدخول المدرسي في محيط نظيف. كما تابعنا هذه المؤسسة زودت بالألواح الإلكترونية في تعليم جديدة لظروف حسنة في هذا الدخول المدرسي، وقد استمع وزير التربية لهذه الشروحات وكذلك تحاور مع هذه البراءة، وطلب من الأساتذة والمعلمين بذل مزيد من الجهود، لأن وزارة التربية والدولة ككل واقفة إلى جانب هؤلاء المربين لتربية النشء وأن يكون الدخول المدرسي ناجح في ظل الإجراءات الجديدة. نحن معكم على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام للتغطية المباشرة الخاصة بالدخول المدرسي في هذه المستجدات، لأنه نتحدث عن دخول مدرسي عادي بعد جائحة ضربت أطنابها لسنتين كاملتين، كانت فيها ظروف التمدرس عن طريق التفويج، وهذا الموسم تم العودة إلى التمدرس العادي، ناهيك عن تزويد المؤسسات التربوية بالألواح الإلكترونية كما أسلفنا. أكثر من 1600 مؤسسة تربوية عبر الوطن تم الاستفادة من هذه الألواح، والمؤسسات التعليمية تقارب 30 ألف مؤسسة، والعدد الجديد الذين التحقوا في هذا الصباح في هذا الموسم الدراسي هم ما يقرب أو ما يزيد عن 425 ألفا و625 تلميذ جديد، ناهيك عن كما أسلفنا اللغة الإنجليزية التي دخلت التعليم الابتدائي بداية من السنة الثالثة ابتدائي بمجموع من الأساتذة يقدر ب 5000 أستاذ من الأساتذة المتعاقدين، وكذلك الانتداب من مؤسسات الجامعية الخاصة بالمدرسة العليا للأساتذة. سنوافيكم مشاهدينا الكرام بكل تفاصيل الدخول المدرسي، ونحن كذلك سنتابع الزيارة التي تقود وزير التربية عبد الحكيم بلعابد. نتابع هذا التصريح الصحفي ثم نعود. تجهز كل المدارس، هذا قرار السيد رئيس الجمهورية، الأموال رصدت، التجهيزات وصلت، رانا في جانات، اللوحات كاينه هنا، وراح تكون مدارس اخرى تكون فيها لوحات. بقي علينا المجهود، بقي علينا تثمين جهد الدوله، كيفاش نثمنوا جهد الدوله، وانا نستعملوا هذه المعدات ونحافظوا عليها من تلف ونصونوها، ولازم اولادنا يستفادوا بها الى اقصى درجه. كل هذه سيد المدير، انت مدير تاع المدرسه، تحافظ عليها، تحافظ عليها، عطيناكم تعليمات وبعثنا المدير التربيه والرأس. سيد المدير ارواح مدير التربية، هذا قسم الأقسام التي تم تجهيزها باللوحات. اللوحات هذه أعطينا جاكم منشور كيفية التعامل معها، كيفية الحفاظ عليها. إذن كل المؤسسات اللي عندك في الولاية هذه التي تم تجهيزها لابد من العمل بكل الإجراءات اللي أعطيناكم في المنشور اللي بعثناكم بخصوص كيفية التعامل مع هذه اللوحات، كيفية الاستفادة بها إلى أقصى حد من أبنائنا، كيفية المحافظة عليها لجعل أكثر عدد ممكن من أبنائنا عبر السنوات يستفيد بها. كل هذه الإجراءات مسؤوليتك كمدير، كمسؤول أول
بعد السيد الوالي على التربية ثم المدير المدرسة كذلك. وبهذه المناسبة أتحدث مع كل مديري التربية وكل المدارس التي تم تجهيزها في هذه السنة للالتزام بكل التوصيات الواردة في المناشير ذات الصلة لنحافظ على هذا المول اللي الدولة رصدت أموال كبيرة، ولازم هذه الطاولات تعمر قدر ما أمكن ذلك ليستفيد منها دفعات مختلفة متتالية من أبنائنا. يعني هنيئا لأبنائنا، رانا في قسم اللي راهو مجهز باللوحات الرقمية. اللوحات الرقمية هذه عندها استعمالات كثيرة، ومنها من بين الاستعمالات المفيدة يعني والفائدة تاعها بينها هي أنه الكتب المدرسية المبرمجة تكون بداخل هذه اللوحات، وبالتالي هذه تشارك في تخفيف وزن المحفظة على أبنائنا. بالتوفيق إن شاء الله. نحن أيضا متواجدين في قسم السنة الثالثة اللغة الإنجليزية. هنا السنة الثالثة سيد المدير، هذه السنة الثالثة، هذه السنة الرابعة، السنة الرابعة والسنة الثالثة، السنة الثالثة الإنجليزية. إيه قسم تاع إنجليزي. إذن مشاهدينا الكرام، كما كنتم تتابعون كان هذا الحوار بين وزير التربية عبد الحكيم بن عامد وبين مسؤولي القطاع في ولاية جانات. وزير التربية أكد على ضرورة المحافظة على التجهيزات التي تم الاستفادة بها من طرف هذه المؤسسة في ولاية جانات، وأكد على ضرورة الاهتمام بهذه الألواح الرقمية لأنها فيها الكتب المدرسية والمنهاج المدرسي، وهذا ما يخفف العبء على ثقل المحفظة. وتوجه وزير التربية إلى قسم مجاور، إلى قسم الثالثة ابتدائي، للإطلاع على ظروف الأولى، وهي أول مرة في الجزائر الإنجليزية في التعليم الابتدائي وبالضبط في أقسام السنة الثالثة ابتدائي. وزير التربية سينتقل إلى القسم المجاور للإطلاع على ظروف بداية التمدرس والاستفادة من هذه المادة أو اللغة الإنجليزية بعد تحضير كل الظروف خلال الأشهر القليلة الماضية بتوفير الكتاب المعتمد والذي سيكون هو منهاج للدراسة خلال السنة الثالثة ابتدائي. وكذلك الأساتذة، أساتذة التعليم الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية، والمقدر عددهم كما أسلفنا بخمسة آلاف أستاذ ناهيك عن خريجي ومنتوج المدارس العليا للأساتذة عن طريق الانتداب. نذكر أن أساتذة الإنجليزية قد استفادوا من تكوين تهيئي لمدة 11 يوما كان مخصص لعلم نفس الطفل، وكذلك للتشريع المدرسي ناهيك عن المقاربات البيداغوجية وكذلك التربوية، وإضافة إلى تعليمية المادة كما يشار إليها حسب المنهاج الجديد لوزارة التربية الوطنية. إذن نحن معكم على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام لهذه التغطية الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023 وبالضبط بالزيارة التي سيقوم بها. وفي هذه اللحظات متواجد وزير التربية في ولاية جانات للإطلاع على ظروف الدخول المدرسي الذي نذكر أنه جاء في ظرف عادي بعد جائحة كورونا وبعد موسمين دراسيين كان فيها النظام التعليمي عن طريق التفويج، ولكن هذا العام رأت السلطات العليا بالتنسيق مع المصالح العلمية للدخول في النظام الجديد. نتابع وزير التربية. كتاب وفرنا التأطير ومرحبا بك في التربية الوطنية، وبالتالي يعول عليكم كثير تكون هناك دورات أخرى تاع التكوين. أنتم ثاني قيموا المجهود تاع التلاميذ باش كي تلقوا في دورات تكوينية تحطوا يعني تنبهوا إلى مواطن ربما بعض الملاحظات، بعض النقائص، بعض الاختلالات، باش مع 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 الاسابيع تتحسن الامور. والعام الجاي ان شاء الله تكون عندنا السنه الثالثه والسنه الرابعه، وبعده تكون عندنا السنه الثالثه والرابعه والخامسه. نهنيكم بهذا المكسب ونهنيكم على توظيفكم في القطاع، ولكن اوصيكم خيرا واوصيكم بابنائنا البراعم والاطفال، هذه الامانه اللي هي وديعه في ذمامنا وعناقنا، وما كانش أقرب التلميذ من الأستاذ.
وبالتالي لازم التحدي يزيدوا ترفعوه انتم باش هذه الماده وهذه اللغه يتمكنوا منها ابنائنا باش كيوصلوا للمتوسط يكون عندهم رصيد يعطيهم يعني تمكن كبير من هذه اللغه اللي ان شاء الله سيكون لها كذلك مكان في يعني الزاد اللغوي لابنائنا في المسار الدراسي ان شاء الله. نهنيكم ونشجعكم و اعطيني تشوفه هذا كتابك تاع الانجليزيه كيف اسمك؟ اخفي باش نشوف كيف اسمك بنتي؟ نوال. راكي في السنه الثالثه عندك ماده جديده العام هذا اللي هي الانجليزيه. انجليزيه وانت كيف اسمك؟ زينب. زينب. يا زينب يا زينب لاباس يا زينب ومستعده باش تدرسي الانجليزيه وباش تنجحي فيها. وانت انت يا قفزه كيف اسمك؟ نعم سعديه. وبنتي من هيك فاسمها؟ تيناروز. 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 وش راكي تيناروز؟ تفضل. ايه شو انت شوف طيب شوف كثيرة إن شاء الله. هذا كتاب وهذه هي فتحتي لوحة تاعي أنا بالإنجليزية. هذا كتاب الإنجليزية موجود. هيا مراد. إذن كما كنتم تتابعون مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة كان هذا الحوار المباشر بين أستاذة اللغة الإنجليزية والسيد وزير التربية، تحدث فيه عن هذه الظروف الجديدة لتعلم مادة الإنجليزية وأوصاهم بضرورة ربما بعض الملاحظات لاستغلالها في الدورات التكوينية القادمة، لأننا تحدثنا على أن أساتذة التعليم اللغة الإنجليزية استفادوا من دروس تهيئية تكوينية لمدة أسبوعين كانت شملت تعليمية المادة علم نفس الطفل وكذلك مقاربة البيداغوجية الإدارية وكذلك التشريع المدرسي. إذن وزارة التربية الوطنية نفذت هذا البرنامج وهو اللغة الإنجليزية في الثالثة ابتدائي بتوفير كل الظروف. وكما كنا نتابع وزير التربية الوطنية تحدث مع البراءة عن هذا الكتاب، هو الكتاب الجديد الخاص باللغة الإنجليزية للسنة الثالثة ابتدائي، ناهيك عن الإجراءات الأخرى المرافقة والمتمثلة في الألواح الرقمية. نحن معكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة لتغطية المباشرة الخاصة بالدخول المدرسي 2022-2023، والتي نؤكد من جديد على أنها في ظروف جديدة، ظروف طبيعية عادية بعد الجائحة. إذن وزارة التربية الوطنية اعتمدت النظام العادي وهو الدراسة على مدار الأسبوع الكامل دون تفويج بحضور القسم كامل، وكذلك بعض الإجراءات المصاحبة لهذا الدخول المدرسي. نتحدث عن كما أسلفنا اللغة الإنجليزية، كذلك بالنسبة للألواح الرقمية التي تمت الاستفادة بها أكثر من 1600 مؤسسة تربوية، والمؤسسة التربوية الجزائرية المقدرة ب 30,000 مؤسسة. نتحدث عن دخول مدرسي ب 11 مليون تلميذ، وهو أمر يثلج الصدر، ذلك لأنه فيه اهتمام كبير بالتعليم في الجزائر، وهذا التطور النوعي والكمي يزداد من سنة لأخرى من خلال الإجراءات المصاحبة لهذه العملية
التربوية التي يشرف عليها ما يقارب المليون أستاذ ومعلم ومؤطر ومشرف تربوي ومستشار للتربية ومقتصدين وعمال مهنيين. كل هذه الأطقم ما يسمى في التربية بالجماعة التربوية هي التي تسهر على تربية وتنشئة أبنائنا على حسن الأخلاق والتربية والتعليم. نتحدث اليوم عن درس افتتاحي تم اعتماده في مختلف الأطوار التعليمية، يتعلق الأمر بدخول مدرسي وفق محيط أو في بيئة ومحيط نظيف. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على هذه التغطية منذ صباح، كنا نتابع في زيارة وزير التربية عبد الحكيم بن عابد إلى الولايات الجديدة الجنوبية، بداية بالجنوب الشرقي ولاية جانيت التي وقف عليها السيد وزير التربية على ظروف التمدرس الخاصة بالدخول المدرسي، وزار بعض المؤسسات التربوية، وتابعنا معكم الدرس الافتتاحي وكذلك في قسم آخر للسنة الثالثة ظروف بداية التعليم في مادة اللغة الأنجليزية. ونحن نواصل معكم هذه التغطية على مدار اليوم في نشراتنا الإخبارية وفي مواعيدنا وفي حصصنا، لأن وزير التربية سيتنقل حسب أجندة الزيارة إلى ولايات الجنوب الغربي، نتحدث عن تميمون و بن عباس. مشاهدينا الكرام، هذه الظروف التي ميزت دخول المدرسي لهذا الموسم، في انتظار أن نتحدث عن إجراءات أخرى، عن ظروف لسنة دراسية نتمنى أن تكون مفيدة ناجحة يستفيد منها هؤلاء التلاميذ المقدر عددهم بأحد عشر مليون تلميذ، ونشاهد ونتابع النتائج المدرسية في آخر السنة والتي ستكون لصالح أبنائنا، وتتحسن كل النتائج المدرسية في مختلف الأطوار التعليمية. نشير فقط كذلك من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية، تعلق الأمر بذلك الامتحان الاستدراكي، ذلك الامتحان التكويني، الامتحان التحصيلي، نسميه كما شئنا، المهم هو امتحان سيختبر فيه التلاميذ السنة الخامسة. إذن مشاهدينا الكرام، نحن في هذه غرفة الأخبار بدأنا بالمباشر، ونواصل معكم مشاهدينا الكرام هذا الموعد الإخباري. بداية، كما أسلفنا، التحق قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة هذا الأربعاء، حيث يتوزعون على شبكة من المؤسسات التعليمية تقارب ب30 ألف مؤسسة عبر كامل التراب الوطني، وهذا في ظل العودة إلى نظام التدريس العادي بعد سنتين من التنظيم الاستثنائي للتمدرس الذي فرضته جائحة كورونا، إلى جانب جملة من الأجراءات الجديدة نكتشفها في تقرير لعبد الله نضور. 11 مليون تلميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة. الموسم الدراسي الجديد سيكون مميزا عن المواسم التي سبقته بعد التخلي عن نظام التفويج والعودة إلى النظام العادي للتدريس، بالإضافة لإدراج اللغة الإنجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي. يأتي أيضا دخول المدرسي هذا العام باعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية في المرحلة الابتدائية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي. هذا الإجراء والقرار الجريء والجيد سيسمح للمدرسة الجزائرية أن تنفتح على العالم بشكل جيد، وكذلك ستمكن تلاميذنا من اكتساب لغة وهي لغة عالمية تستعمل في جميع المجالات. ونلاحظ أن الجهات الوصية قد بذلت لهذه الخطة ولهذا القرار الجريء كل ما يستحقه من توظيف الأساتذة بصفة التعاقد وتكوينهم تكوينا أوليا قبل الاحتكاك بالتلاميذ. ولتخفيض وزن المحفظة لجأت وزارة التربية الوطنية لتجهيز 1629 مؤسسة تعليمية بالألواح الإلكترونية، وسيستفيد ما لا يقل عن 3 ملايين متمدرس من السنة الأولى إلى الثالثة ابتدائي من نسخة ثانية للكتاب المدرسي لتخفيف العبء عليهم، مع إمكانية تحميل الكتاب الرقمي بالنسبة لتلاميذ الطور الأول. توجه إلى رقمنة المدرسة باعتماد الألواح. إذن مشاهدينا الكرام، نعود مباشرة لزيارة وزير التربية، نتابع هذه الصور. من أجل الشروع في إطعام التلاميذ ابتداءً من يوم، وراني لاحظ أنا في جنتنا وكل المطاعم تشتغل عن تغذية 100% بالوجبة الساخنة، مشكورين جدا، وهذا هو المطلوب وهذا هو اللي لازم يكون في كل المؤسسات.
التربويه للتعليم الابتدائي في وطننا ان شاء الله. مشكور كثير سيد الوالد والسلطات المحليه على كل المجهود اللي درتوه، ودير المؤسسه النظافه الوجبه الساخنه كل هذه جات على طبعا لمده السنه كلها. بطبيعه الحال الكل يستفاد، والنظافه اوصي بالنظافه نظافه جدا في المطاعم الشعبيه وين الطحين موجود هنا نقدر نشوف إذن كما كنا نتابع مشاهدينا الكرام، كان هذا وزير التربية الوطنية هو يتفقد المطاعم المدرسية. نشير فقط أنه تم استلام هذا السنة 587 مطعم مدرسي جديد. سنعود لتفاصيل الزيارة بكل تجلياتها بعد قليل. نواصل نشرة الأخبار، وقبل ذلك نتابع هذه الزيارة التي يقوم بها وزير التربية الوطنية إلى مختلف المرافق الخاصة بالمطاعم. نتابع 150 ولا شحال كاين مقعد هنا في المطعم؟ كاين 108. هو كيفاش دير الزوج هذو؟ نزيد لهم مكان. ممتاز. ياكلوا دفعة واحد. ياكلوا مع بعضهم؟ اي ياكلوا دفعة واحد. ممتاز. نعم. على بركة الله إن شاء الله ربي يعاونكم. واش راح توكلهم اليوم كذا؟ كسكس. كسكس وشلاطة والديسا دايرين ما كانش هنا لقينا الاخر البطيخ ان شاء الله بصحتكم. إذن كما كنا نتابع مشاهدينا الكرام، هذه هي الزيارة متواصلة لوزير التربية الوطنية. منذ لحظات كان يتابع بعض المرافق الخاصة بالإطعام المدرسي. قلنا أشرنا إلى أنه 587 مطعم جديد استفادت به قطاع أو استفاد به قطاع التربية، ناهيك عن تسجيل 86 نصف داخلية و13 داخلية عبر التراب الوطني. وفيه تعليمات من وزارة التربية الوطنية على أنه الإطعام سيكون من اليوم الأول بوجبات ساخنة عبر مختلف مدارس الوطن. إذن نحن معكم على التغطية أو في التغطية المباشرة الخاصة بهذا الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022 و23، ومن حين لآخر نتابع هذه الزيارة والمحطات التي سيزورها وزير التربية الوطنية للوقوف على ظروف التحاق التلاميذ في هذا اليوم الجديد، اليوم الأول من الموسم الدراسي. ربما نكمل نشرة الأخبار. ففي موضوع ذي صلة نتابع فيما يلي مشاهدينا الكرام ورقة تتضمن معطيات عامة وأرقام عن الدخول المدرسي الجديد من إعداد كنزة سليماني. مشاهدينا الكرام، قبل متابعة هذا الموعد الإخباري نتابع معكم الزيارة، زيارة وزير التربية عبد الحكيم بالعابد إلى ولاية جانات للوقوف على حيثيات الدخول المدرسي الجديد. نتابع هذا اللقاء الصحفي للوزير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صباح الخير للجميع، تحية طيبة أرحب بالجميع. أرحب بالأسرة الإعلامية. نحن اليوم في ولاية جانات في مدرسة ابتدائية، نشرف على بركة الله على الدخول المدرسي في أول أيامه بعنوان سنة دراسية 2022-2023، ونطمئن حضوريا على وضعية مدرسة أبنائنا لا سيما في التعليم الابتدائي، وسررنا لما رأيناه في هذه المؤسسة من استعداد جيد، من تكفل، من تطبيق كل التعليمات والتوصيات والتوجيهات. فرأينا في هذه المدرسة وكنتم معنا أن أبنائنا كل التدابير الجديدة وكل الإجراءات الجديدة بعنوان سنستفادوا منها في هذه المدرسة، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الأخرى. فشكرا لله، وأهنئ كذلك كل المؤثرين، كل أفراد الجماعات التربوية وعلى رأسهم الأساتذة والإداريين والمهنيين وكل العاملين بقطاع التربية على العودة إلى العمل لتربية النشأ، لتوفير تعليم ذي جودة، وكذلك للقيام بمهام التربية والتعليم في وطننا العزيز ابتداء من هذا اليوم 21 من شهر سبتمبر 2022. إذا كان هناك سؤال تفضل سيادة سبعة. السلام. نعم، اولا الاجراءات الجديده اللي حاب تحدثنا عليها ونعاود ما دام راك تسال، اجراءات جديده اللي اقرها برنامج السيد رئيس الجمهوريه وامر بها السيد الرئيس، وعملت الحكومه المجهود الكافي والوافي لتنفيذها تحت يعني توجيهات السيد الوزير الاول. رايتم اننا اليوم هناك قسم تمت زيارته في هذه المدرسه الذي مستوى السنة الثالثة ابتدائي الذي باشر الدراسة في مادة اللغة الإنجليزية بتأطير ذي نوعية موجود بكتاب وببرنامج وبكل مستلزمات الشروع في تدريس هذه اللغة، وهذا هو حال كل المدارس الابتدائية بدون استثناء. الكتاب الإنجليزية متوفر لدى كل تأطير، وفرناه بشكل يضمن تغطية لكل المؤسسات التعليمية للمدارس التعليم الابتدائي، وعددها يربو عن 20,000 مؤسسة تعليمية، يعني أكثر من 20 مدرسة ابتدائية هي تدرس هذه اللغة بوفرة في التأطير وبكتاب وببرنامج ومنهج. هذا بالنسبة للغة الإنجليزية. شرعنا كذلك تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الرقمية، وكنت قد أشرت سابقا أنه بعنوان هذا الدخول سيتم تباعا تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية، ونحن في مدرسة تم تجهيزها بهذه اللوحات. هذه اللوحات هي لوحات رقمية للبيداغوجيا، فيها مآرب كثيرة، ولكن على رأسها هو المساهمة والإسهام في تخفيف وزن المحفظة، إذ أن هذه اللوحات موجود بداخلها كل الكتب المدرسية المبرمجة لمستوى التلميذ. هي لوحات رقمية دعمناها بمنشور تنظيمي حتى يحسن يعني استعمالها، وهي تبقى على مستوى المؤسسات، وأوصينا الجميع بضرورة صيانتها والحفاظ عليها لتعيش أكثر مدة ممكنة ويستفاد بها الكثير من أبنائنا. هو مشروع متواصل في هذه السنة أكثر من 1600
المشروع متواصل إلى أن نصل إن شاء الله إلى تجهيز كل المؤسسات المدرسية لتعليم الابتدائي إن شاء الله. هو المجهود الأكبر والكبير هو مجهود الدولة الجزائرية ومجهود الخزينة الجزائرية. تبقى أن هناك إسهامات رمزية محبذة ومشكورة ونثمنها، وعلى رأسها هناك شركة سوناتراك التي كذلك شاركت في هذا المجهود وجهزت بعض الأقسام وجهزت كذلك بعض المدارس، هي مشكورة ومشكورة جدا هناك كذلك. لكن المجهود هو مجهود الدولة وهو مجهود تجهيز يدخل في إطار تنمية القطاع وفي إطار التخطيط لتجهيز في قطاع التربية الوطنية الذي تتحمل أوزاره الخزينة العمومية والدولة الجزائرية. أطمئنك سيدي، وهذا الاكتظاظ البعبع هذا ليس بالضراوة أو الحدة المتداولة، ونحن الآن في مدرسة في جانات معدل شغل الحجرات فيها 22. السيد المدير وهنا معنا كنا شفنا أن كان أريحية كبيرة. صحيح أنه كانت هناك بعض المؤسسات كان فيها بحكم أنه وتيرة الإنجازات تنقصت كما في كل دول العالم وليس في الجزائر، لكن مع هذا لا تنسوا أن بالنسبة لبلدنا الوتيرة لم تنخفض، يعني بشكل عندنا 413 استقبلنا 413 مؤسسة تعليمية قاعدية فيها 268 مدرسة ابتدائية بالرغم من الجائحة وبالرغم من الوتيرة اللي فرضتها الوباء. استقبلنا 85 متوسطة واستقبلنا 60 ثانوية، هذا شيء كبير. كذلك انشأنا 1795 قسم توسعة. إذن الكلام كثير لكن الحقيقة هي حاجة أخرى، وكل وضعيات حتى هناك وضعيات على قلتها مستعصية تم علاجها بالاشتراك مع السادة الولاة على مستوى الولايات واللجوء ربما إلى قطاعات أخرى لاستعمال مرافقها التي تكون بجوار المرافق المعنية. إذن أطمئنكم وسترون بأم أعينكم وستتابعون على مدار الأسابيع أن الأمر يعني متمكن منه، ولا وكل أبنائنا لديهم يعني الأماكن الدراسية تحم ولن يتخلف أحد عن الدراسة. وهذا الاكتظاظ ما هو إلى نسبي وقليل جدا في أماكن معلومة وتم دراستها وحلها بالكيفية المتاحة. مستوى تقويم أساتذة متعلمين باللغة الإنجليزية شكون اللي يقول غير كافيه؟ لكن اي كان يقول مرحبا احنا نتقبلوا، ولكن هذا عمل تاع خبراء تاع بيداغوجيين تاع مختصين. هاد الناس هم جايين بشهاده جامعيه، المستوى الاكاديمي متوفر، لا نقاش ولا جدال ولا شك فيه. إذا عنده ليسونس في الإنجليزية وعنده ترجمة من أو الإنجليزية، إذا المستوى الأكاديمي لا يرقى إليه النقاش. يبقى الآن تكوين هو متواصل. إحنا درنا هؤلاء كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة في الجدد في كل المواد الأخرى. هناك برنامج اللي داروه مفتشين، داروه مختصين، داروه خبراء، استطاعت عليه جهات معنية في وزارة التربية الوطنية. يعني كاين 190 ساعة تكوين على مدار السنة بالنسبة للأساتذة الجدد هذو. في الدخول زملاء اللي دخلوا القطاع مرحبا بهم، واللي عددهم 5357 داروا من 8 إلى 19 من الشهر الجاري تكوين بتعداد 60 ساعة، وسيستمر التكوين في فترة مدروسة ومحددة، والأمر عادي. والتكوين هذا تكوين تهيئي، تكوين تحضيري، يجي الإطار باش يقري عنده المستوى الأكاديمي. يبقى حرف التعليم ومهن التعليم عندها مقتضيات وعندها يعني مستلزمات. هذا هو التكوين اللي كافي وكافي جدا. يعني هذاك اللي يجيب حامل الشهادة تاعه يزيد يتعلم ما هي مقتضيات تنظيم سير القسم، ما هي مقتضيات علم النفس للطفل، ما هي مقتضيات التعاطي مع الدروس وكيف تنظيمها وكيف تناول المناهج وما إلى ذلك كلها. لأنك أعطيتني فرصة، لهذا احنا أولويات في التوظيف هي المدارس العليا للأساتذة.
لان المدارس العليا للاساتذه هذا النوع من التكوين هو مدرج في التكوين الاولي تاعهم. شكرا. سيد الوزير، يعني طرحت مقاول بخصوص او انشغالات بخصوص صيانه وتامين الالواح الرقميه، يعني من سيتولى هذه المهمه؟ لا مخاوف ولا انشغال، لأنه هذه معدات إلكترونية لما تقتنى بدفتر آباء، وفي دفتر الآباء هناك تبعات، هناك ضمانات، هناك صيانة، وهناك يعني حتى ضمانات في مدة كاين لسنتين ثلاث سنوات، وهي أولوية بالنسبة لنا لاستطالة واستدامة طول حياة هذه الأدوات الإلكترونية للاستفادة منها أكثر، وكذلك يعني استزادة في مردود المجهود المالي للدولة الجزائرية. من ندخل في التفاصيل؟ نعطيك اسم الشركة واسم الاخر اسمه. نو هذه المركز يوزع. كاين مركز كمان المركز الوطني لتمويل وتجهيز بين المعدات والوسائل التعليمية، هو يدير الصيانة ويدير التوزيع، ولكن حتى هو لما الصيانة تجاوز المستوى تاع التقنيين تاعو، هو عندما تم اقتناء هذه اللوحات تم ابرام صفقه اللي هي عندها ضمانات، وعندها ضمانات تاع صيانه وتاع ضمان. شكرا، بارك الله فيك في السؤال. ما عطيت لي سؤال اللي عندي جواب مليح ليه. بالنسبه للمنحه، منحه 5000 دينار جزائري لاول مره منذ انشائها، هذه تعرفوا بدات ب 2000 دينار ثم 3000 دينار والان في 5000 دينار. لم نبلغ نسبة التغطية في هذا الوقت كما رانا فيه اليوم. تقريبا آخر معلومة عندي عندها ما عندهاش ثلاث أيام ولا أربعة، كنا في 97% ملفات مؤشرة، مؤشرة يعني جاهزة للصرف، والاستفادة كذلك تجاوز. إذا بالنسبة لهذه المنحة هي مسددة بشكل يعني كبير وكبير جدا، والحمد لله. شكرا لك. شوف سي أسابع، كل مرة نتلاقاو نفس السؤال تردوا لي، وراح يكون نفس السؤال يؤدي إلى نفس الجواب. أنا قلت لكم باللي باش في مجلس وزراء لتأسيس السيد رئيس الجمهورية كانت تعليمات واضحة ودقيقة بخصوص البرامج. البرامج هذيك هي فلسفة التربية، هذيك هي السياسة التربوية في قطاع التربية. البرامج هي الحياة الدراسية لأبنائنا، هي ماذا نريد أن يعني كيف نريد ملمح تخرج أبنائنا من المدرسة الجزائرية بأي مستوى أكاديمي، بأي مستوى تعليمي، بأي مستوى أخلاقي، بأي مستوى وطني، يعني كلها البرامج هي يعني المرتكز تاع كل نظام تربوي. السيد الرئيس أمر بإعادة النظر في البرامج، ولكن أمر كذلك بتناولها بروية وبتأني وبإشراك كل المعنيين بإعادة النظر في هذه البرامج، أخذ الوقت الكافي والوافي والخروج ببرامج مصدق عليها من طرف الخبراء تعليميين وبيداغوجيين، وكذلك برامج تفي بحاجة المجتمع وبما يريده المجتمع لهذه البرامج، وتبقى كل هذه البرامج تدخل في إطار الشرعية، يعني المرجعية، في شرعية المرجعية التاريخية والدينية للجزائر. بارك الله فيك. كلمة واحدة من الأعيان نتاع الآخر نتاع جان سي الوزير. معليش. إذا تابعنا هذا اللقاء الصحفي لوزير التربية الوطنية وهو يشرف على افتتاح الموسم الدراسي من جانت. مشاهدينا الكرام، نواصل هذا الموعد الإخباري.